ماذا يريد الرئيس ترامب من السعودية؟ الحقيقة أن الرئيس ترامب ببساطة شديدة جدا ما عندوش رؤية فكرية تجاه السعودية ولا تجاه المنطقة، إنما عنده رؤية مالية واقتصادية. هتدفع كام؟ هو ده المنطق اللي يعرفه الرئيس ترامب. فبالتالي ما احنا شايفين استقرار فكري في رؤية الرئيس ترامب تجاه السعودية. يعني مثلا أثناء الحملة الانتخابية هاجم السعودية وقال إن السعودية لازم تدفع كتير جدا من الأموال نتيجة حماية أمريكا للسعودية، وإن السعودية مقصرة في حق أمريكا لأنها بتدفعش تكلفة حماية أمريكا للسعودية. وبعد كده لما استقبل ولي العهد في البيت الأبيض، هذه الكلمات تراجعت وهذه النغمة خفتت، إنما رجعنا تاني امبارح بنسمع الرئيس ترامب بيقول نفس الكلام تاني، إن السعودية لازم تدفع. إذا رؤية الرئيس ترامب للمنطقة ما فيهاش رؤية فكرية بالضرورة، إنما رؤية مالية. مش بس المنطقة، للعالم كله. قبل كده الرئيس ترامب قال اليابان مش هنحميها إلا لما تدفع، وكوريا الجنوبية مش هنحميها إلا لما تدفع، والسعودية مش هنحميها إلا لما تدفع. فده مش منطق يخص السعودية فقط، إنما رؤية الرئيس ترامب للعالم اللي عايز أمريكا تحميه يدفع ثمن الحماية. الحماية المجانية الأمريكية للدول انتهت، دلوقتي الحماية بمقابل. أمريكا مش هتدفع ثمن حمايتها للآخرين، لا في أوروبا عبر الناتو وطلبوا الألمان بالفلوس اللي عليهم، ولا في آسيا حتى مع أقرب حلفائهم اليابان وكوريا الجنوبية، ولا في الشرق الأوسط مع الحليف التاريخي المملكة العربية السعودية. في رؤية جديدة، مفيش صداقة في أموال، مفيش تحالف في حسابات، وإن أي حد محمي أمريكيا لابد أن يدفع ثمن هذه الحماية. الحقيقة أن هذه الرؤية لرئيس ترامب ظهرت أكتر كمان مع كوريا الجنوبية. منظومة صواريخ ثاد اللي هي في كوريا الجنوبية اللي هي هدفها الرئيسي روسيا والصين، المنظومة ديت متكلفة مليار دولار. الرئيس ترامب مع انه كده خد نفوذ كبير وحط صواريخ أمريكية تهدد الصين وروسيا في كوريا الجنوبية، المفروض انه يدفع. لو احنا زمان يدفع كتير جدا علشان خاطر ياخد قاعدة عسكرية يحط فيها صواريخ أمريكية بهذا المستوى. دلوقتي لا، ده كوريا اللي بتتحايل، وهو كمان بيقول كوريا تدفع ثمن القاعدة العسكرية الأمريكية اللي هيكون فيها منظومة الدفاع الجوي صواريخ ثاد. إذن إحنا إزاء رؤية جديدة للاستراتيجية العالمية، إنه مش الدول تشعر بالخجل إن عندها قواعد عسكرية، إنما بعض الدول بتطالب إنها تدفع مقابل إقامة قواعد عسكرية عندها. قبل كده كانت القوى العظمى بتدفع عشان يبقى لها قاعدة، دلوقتي الدولة اللي فيها القاعدة تدفع عشان القوى العظمى يكون ليها تواجد عسكري في هذا المكان. انقلاب تام في الاستراتيجية الدولية وفي اقتصاديات أو تمويل القواعد العسكرية. هنا بقى نرجع للسعودية. يبقى إذن الرئيس ترامب ما عندوش رؤية فكرية تجاه السعودية. لا هو حليف السعودية في مواجهة إيران، ولا حليف إيران في مواجهة السعودية. ممكن تقول هو ضد الاثنين، السعودية وإيران. طيب هل السعودية بتواجه جديدا مع الرئيس ترامب؟ ربما تكون الإجابة لا. لو احنا رجعنا شوية للرئيس بوش الابن اللي هو صديق قوي للسعودية، وسفير السعودية في واشنطن الأمير بندر كان بيقعد مع بوش الابن كأصدقاء، وكانت صداقة قوية وواضحة تماما جدا للجميع. ورغم كل هذه الصداقة وكل هذه العلاقة، بوش الابن لما مشي أسقط العراق لصالح إيران، وتقريبا خرج وإيران بتحتل سياسيا العراق. يبقى أدي الحليف القوي لأمريكا بوش الابن، أدي اللي سابه سقوط بغداد لصالح طهران. نيجي بقى الحليف الثاني أوباما، الصديق الصدوق للسعودية، قبل ما يمشي عمل حاجتين، حاجة لصالح إيران وحاجة ضد السعودية، وأدي صديق السعودية. لصالح إيران عمل الاتفاق النووي، وضد السعودية
عمل القانون اللي هو محاكمة السعودية في 11 سبتمبر، أو السماح بمحاكمة السعودية في أحداث 11 سبتمبر. يبقى إذن أدي بوش الابن الحليف القوي للسعودية مشي وقد أسقط بغداد لصالح طهران، وأدي أوباما الحليف القوي جدا للسعودية مشي وعنده اتفاق نووي مع إيران وعنده محاكمة أو أقر أو دعم قانون محاكمة السعودية في 11 سبتمبر. وأدي الرئيس ترامب اللي هو ظهر قبل مدة قليلة كصديق وحليف قوي جدا للسعودية وفي مواجهة إيران رجع تاني بيقول على السعودية أن تدفع. إذن عيون ترامب على النفط السعودي وعلى المال السعودي وعلى أن تدفع السعودية ثمن ما يسميه ترامب الحماية الأمريكية للسعودية. إذن السؤال، هل يملك الرئيس ترامب رؤية فكرية للعلاقات الدولية؟ الإجابة لا. يملك رؤية مالية واقتصادية، رؤية جباية في العلاقات الدولية. على كل من يريد أن يحتمي بواشنطن أن يدفع الكثير.